ايه دور النيل في الحضارة؟ اولا ما هي الحضارة؟ الحضارة هي civilization، وفرق بين culture اللي هي ثقافة وبين civilization وهي حضارة. لو جينا بحثنا في الكلمة ده هي civilization، هنجد انها جاءت من كلمة مصرية، جاءت من كلمة في القاموس الانجليزي وهي civility. وسيفيليتي إذا حد كشف على هذه الكلمة أو عن هذه الكلمة في القواميس هيجد قصادها مكتوب politeness, good manners and treatment to others، الأدب ورقة التعامل مع الإنسان الآخر. هذه هي الحضارة. أتذكر كنت في مؤتمر في نيويورك وقابلت سيدة تعمل في الحضارات القديمة اسمها دكتور جراس، قالت لي أنا لفيت العالم كله بالرغم من الأمية والفقر في مصر إلا أن الحضارة تحت جلود المصريين. ولما سألتها ماذا تعنينا بكلمة حضارة، هي اللي قالت لي أن هذه الكلمة جاءت من civility، وcivility كلمة معناها الأدب ورقة التعامل مع الإنسان الآخر. رديت عليها قلت لها كان في قانون الأخلاق في مصر القديمة، المصر القديم كان رقيق التعامل مش بس مع الإنسان الآخر بل مع الحيوان ومع النبات، وكان في اعترافه الإنكاري في محكمة العدل الإلهية كان يقول لم أكن سببا في دموع إنسان، لم أكن سببا في شقاء حيوان، لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء. هذه هي الحضارة الحقيقية، رقة التعامل مش بس مع الإنسان، مع الكائنات الحية جميعاً.